العالمين. الشاهد أن من المعاصي معاصي قلوب ومعاصي جوارح. ومعاصي القلوب هي الأخطر بلا شك. معاصي القلوب هي الأخطر بدليل أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. هذه معاصي الجوارح، الزنا والسرقة. وقال: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. اللهم احفظ قلوبنا. خطر، معاصي القلوب خطر، ذرة كبر تمنع دخول الجنة. والزنا وسرقة لا تمنع دخول الجنة إذا صح التوحيد. ولذلك أقول أن التوحيد هو علاج كل هذه الأمراض. أن تشهد أن لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. أن تشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبك. لا إله إلا الله أحرق بسيئات الموحدين من الشرك لحسنات المشركين. هذا التوحيد يحرق السيئات ويمحوها ويطهر القلوب. تعلق القلب بالله أيها الإخوة، تعلق القلب بالله إذا امتلأ هذا القلب، كلما امتلأ من إرادة وهم، من هم وإرادة وحب، طرد هما وإرادة وحبا. لذلك أقول أنك إذا امتلأ قلبك بالتوحيد طرد كل شيء سوى هذه الهفوات. هفوات معاصي صغيرة قد تسميها تافهة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، من الكبائر. لذلك كلما هان الذنب عندك كلما عظم عند الله، وكلما عظم الذنب عندك هان عند الله. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. الله يحب أن يغفر، يحب أن يعفو، يحب أن يرحم، يحب أن يعطي، الله جل جلاله. ولكن قال سبحانه وتعالى أنه لا يضع الأمر إلا عند من يستحقه. قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. الرحمة واسعة، نعم واسعة جدا، وسعت السماوات والأرض وما بينهما، ولكن لمن؟ فلذلك هذه الهفوة علاجها سرعة التوبة، سرعة الأوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. الذين إذا مسهم طائف، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هكذا هم سريع الفيئة، سريع العودة. وثمة فرق بين من يخطئ وبين من يتعمد، بين من يؤوب ويتوب وبين من يصر ويستمر. ثمة فرق بين من يقع في خطأ غير مقصود وبين من يمكر للمعصية. أختم بهذه. في واحد عنده ذنبين ثلاثة كل يوم بيتكعبل فيه، يبص على واحدة وهو ماشي، دخل يشتري شيء شاف صورة إلى آخره، قاعد على النت بيعمل مصلحة وقعت أمامه صورة. هذا يخطئ، بخلاف من برمج تلفزيونه على قنوات محرمة، قنوات الزنا والفجور. فرق بين رجل وقعت عينه عرضا فقال استغفر الله وتألم، وبين من يجلس ينتظر الوقت الذي يرى فيه الحرام. لمن برمج كمبيوتره او حفظ على هاردسكه هذه القذارات والقاذورات والمحرمات يفعلها ويعاودها مرة بعد مرة. فرق. قال الملك جل جلاله: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. مكروا السيئات تختلف عن الذين فعلوا السيئات.
الذين ارتكبوا السيئات، الذين وقعوا في السيئات، يختلفون عن الذين يمكرون السيئات. أحبكم في الله وأسأل الله أن يتوب علي وعليكم. طبعا شكرا جزيلا للشيخ محمد حسين يعقوب، ونعتذر على التقطيعات التي صارت. الآن أيضا سوف تكون الخاتمة للدكتور محمد راتب النابلسي، ما راح أوجه له أي حديث أو أوجه له سؤال، هو حر في خاتمته التي يشاء في موضوع القلوب. والشيخ لك المخرج يقول 4 دقائق. أيها الإخوة، نحن بأمس الحاجة إلى الوعي. عندنا في الشام شيخ يلقي درس، حدثهم عن الفساد الاجتماعي بشكل مسهم. تأتي الفتاة الساعة 2 بعد منتصف الليل، أين كانت؟ عند الحبيب، فكل الحاضرين صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى وعي. لذلك قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض بربكم. الحقيقة المرة، هل نحن مستخلفون في الأرض؟ لا والله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ونحن أيضا لسنا ممكنين، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ونحن أيضا لسنا آمنين. أتكلم عن العالم الإسلامي بأكمله، لسنا مستخلفين ولسنا ممكنين ولسنا آمنين، مع أن وعود الله قطعية الحدوث وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. أين الخلل؟ قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد لقينا ذلك الغي، وقد أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها، ولكن يعني تفريغها من مضمونها. فلذلك أقول لكم بملء ما أؤمن، مستحيل وألف ألف مستحيل أن نطبق سنة النبي في حياتنا ونقلق أو يأتينا ما لا يرضينا. بدليلي: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الآية في حياة النبي لها معنى، لكن بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى لها معنى آخر. يعني يا محمد، ما دامت سنتك منهجك قائما فيهم، هم في مأمن من عذاب الله. فالحل أن نعود إلى الله عز وجل. إذا رجع